اصطفى زعماء الدول العربية بينهم 11 ملكا ورئيسا لأخذ صورة تذكارية في مستهل القمة العربية 26. إلا أن الابتسامات على محياهم لم تكن لتخفي جسامة القضايا المطروحة على طاولة النقاش. الحدث اليمني كان له نصيب الأسد في مداخلة زعماء العرب، فالقمة تأتي بعد 3 أيام فقط من بداية عملية عسكرية واسعة بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن. إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة كان من أبرز المقترحات، حيث وصلت إلى حد النيل من أمننا المشترك، وليس المساس به فحسب، فيما بين استقواء فئة بالسلاح وبالترويع لنقض شرعية التوافق والحوار، وبين انتهازية حفنة أخرى تامعة للاستئصار باليمن وإقصاء باقي أبنائه. الرئيس اليمني الذي تمكن من الخروج من اليمن بعد محاصرة الحوثيين لمعقله في عدن نشد الدول العربية مواصلة عملية عاصفة الحزم. وادعو من هنا كل أبناء الشعب للالتفاف حول الشرعية الدستورية ومؤسساتها الرسمية والمقاومة لمقاومة تلك الماليشيات بشجاعة وأباء. الكويت والتي احتضنت القمة 25 تطرقت إلى تشخيص الوضع العربي منذ عام 2011. فإنني أناشد دول العالم إلى مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني الشقيق. كل فترة أما قطر فدعت طهران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية. وفي هذه المناسبة أؤكد على علاقة حسن الجوار مع إيران التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من منطقتنا ومن أمتنا الإسلامية، ونؤكد أيضا أن علاقة حسن الجوار تقوم أيضا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. الرئيس العراقي بدوره نشد العرب دعم بغداد في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية. فإن العراق حريص على إنجاز المصالحة الوطنية التي ننظر إليها كحاجة مجتمعية موضوعية وملحة. القضية الفلسطينية لم تغب عن القمة، حيث ندد الرئيس الفلسطيني بتهويد القدس. نحن ذهبنا إلى الجمعية العامة نطالب بحماية، لأنه يعني الإسرائيليون في أي مناسبة يعتدون علينا بدون مقدمات. وعلى هامش القمة التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووصف الاستقبال بالودي. ويبقى السؤال مطروحا حول القوة العسكرية العربية التي من الممكن أن ترى النور بعد القمة، ومدى نجاعتها في تفعيل العمل العربي المشترك وحل النزاعات التي يعيشها العالم العربي.